كلمتان مع زكي حسنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احترام المواعيد واحدة من صفات المجتمعات المتحضرة اللي ما تحتاج لأي تكاليف، بس إنك تكون قد كلمتك. وياما سمعنا جملة 5 دقائق وأكون عندك، وهو أصلاً والله ما نزل من بيته، وهي علاقة تبادلية، لأنه احترام الموعد فيه التزام ورجولة وتقدير للغير وأدب وحفظ للوقت. والوقت ركن أساسي في قصة كل الناجحين، ويمكن تساهلك في التأخر عن موعد واحد يأثر على حياتك ويضيع عليك فرصة، وغير نظرة الناس لشخصيتك بأنك مهمل وغير مبالي. وترى مو عيب نكون بخيلين في عطاء المواعيد، بس في المقابل تلتزم فيها بالثانية والدقيقة إذا تم الاتفاق، لأن الموعد وعد ووعد الحر دين عليه، هذا كلام العرب. أما الحكمة البريطانية تقول الالتزام بالمواعيد من آداب الملوك. هذه كانت كلمتين مني أنا زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.